أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لا يخفى عليكم ما يبث في الفضائيات من أفكار هدامة، ومن ذلك الأفلام الأجنبية ومباريات الكرة وغيرها، مما جعل الشباب هداهم الله يتأثرون بهؤلاء في حركاتهم ولبسهم وطريقة كلامهم وغير ذلك، فما هو التوجيه تجاه ذلك؟ توجيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ألا يوجد التشبه بالكفار في لباسهم ولا في حركاتهم ولا في مشيهم ولا فيما هو من خصائصهم؟ أما لعب الرياضة ولعب الكرة لأجل تقوية البدن مع المحافظة على الصلاة في أوقاتها ومع ستر العورة، مجرد رياضة لتقوية البدن، هذا لا بأس به. لكن إذا كان المقصود منه شغل الوقت ولا يصلون الصلاة في وقتها ولا يسترون عوراتهم ولا يحفظون ألسنتهم عن الكلام المحرم، هذا لا يجوز. نعم.